سكوري 6000. سكت لك بمزاجي. انا قلت يلا لي شو فلسفه أفكارك؟ فيكم. سؤال سؤال يلا اختصر سؤال، اختصر، شو حكمك؟ افقع راسك باجي. ان شاء الله مفكرنا زي نسوان زمان لما قالت له فشرت بالغلط، قريته نص انساني ابن عمي. فشرت حبيبي، انا مش ام عصام. بفقع وراسي راسك قال. انت مد ايدك شوف كيف بكسرها، وين المبخره؟ لحظه شوف، معلش بس بخر حالي بعدين بعمل لك الحكم. مشكلة عقلان. أنا يا إخوان كنت أقول هذا مدي شيء تاني، شو؟ ولا بحكي لهم يا إخوان مواليد 2004 لسانهم طويل. اوكي ليك، بدي اعمل بخور وبدي فرجيك انا كيف ببخر حالي، ماشي؟ اوكي، كل يوم لازم تحطوا بخور وتمشوا فوقهم 7 مرات، تفرجوا 7 مرات لازم. بهذا الوقت روحوا اشتركوا بالفان سبايسي، الرابط في البايو. يا الله كيف بدي اشيلها هلا هاي؟ يمه لا، ما عندي مجاني، هذا بخور معتق مدري من كم سنة ومحطوط بالعتم سنين، هذا من أغلى البخور في العالم. دريد وينك؟ راحل طيب، راح مثل الغوالي يضيفوا جايكر. محمد حبيبي والله كفو. قيصر، وهاب، ماسي، رزان، عند، ابو صدام، ريم، كبستوا على الشاشه حبايبي والله، شكرا جميعا. جايز روحوا اشتركوا الفان سبايسي، موجود في البايو، حط ايميلك والباسورد والاشتراك الشهري. اوكي هيدي بعملها كل يوم وبمرق من فوقها 7 مرات، تمام؟ يلا عد، روح رجعة مرة، عد. ثلاثة أربعة خمسة ستة وهي 7، في منهم بيقولوا 14 او 21 بس انا بحس 7 احسن. شو رأيك؟ ليش؟ طبعا شو السبب؟ يعني هيك مشان يعني لو في حسد، لو في عين، لو في كذا بيروح ان شاء الله، عرفت؟ وزائد انه انا هلا كل جسمي ريحته بخور لانه هذا بخور عطري كمان، عرفت؟ جايز بخر حالي 7 كمان ولا بكفي؟ عشو بدهم يحسدوكي على كتير اشياء مخليتك قاعد بلايف بخري بخري 7 كمان مرات؟ سبعة بخري بخري بخر 7 كمان دوري؟ منيح عدلي التبخير. عدلي ما شايف عدلك، يلا هم نعد. يلا 1 2 لا 1، روح رجعه وتعتبر 1 2 3 4. منيح التبخير شباب، مفيد للصحة التبخير، بشيل الحسد. أنا كل يوم بخر حالي، اسألهم. بخروا حالكم شباب. إيه. وهي 7 صاروا 14، عم فكر وصلهم على 21. أول 7 كمان خليهم على 21. اخوان بخروا بخروا. يلا رح اعمل 7 الدور الجاي قال عواد مهندس الله يسعدك يا رب. حاعمل 7 يصيروا 21، اوكي؟ محمد غريب ايمن كبشتوا على الشاشه حبايبي شكرا. هلا مبين عليكم البخور؟ لا هيك هيك مبين. يلا عد هيك
واحد اثنين ايه ثلاثة، يلا لو تشم ريحته. هذا من أفخم أنواع البخور. أربعة، هذا جاب لي إياهم حسين، حقه شي 2000 درهم. خمسة، ستة، وهي سبعة. كان محترق شعري أنا عم شيلها. يلا شو حكمك؟ يعني تذكرت انه في حكم؟ كل شيء لحاله عشان تعرف انه انا كويسه. خليني احط شويه بخور وحطه عند الشباك عشان يتبخر البيت كامل. لسه بدي احط شغلي. هي وهي ورد يا اخوان، ورد ورد، كل شخص وردة. ورد الدبل الدبل، ورد ورد، كل شخص وردة. كل يوم بعمل بخور، ما بنحظر، كل يوم بحط بخور على اللايف. رحمة الغوالي تكبس، وحياة ربنا التكبيس واقع. أيوة هلأ هيك البيت بتصير ريحته حلوة كتير. أصلا اليوم ما شغلنا شموع الزيت. يلا هلأ بنشغله. خمس كبسات، خمس كبسات على الشاشة برحمة الغوالي. خمسة خمسة خمسة، بس خمسة. توك 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 توك، خلاص. عم خاري، عم خاري، عخشمي. جايز روح اشتركوا بالفان سبايسي تبعي، الرابط موجود في البايو. شوفوا هاي تايجر شباب دبل. ابو جايجر اسلان محمد كفو. شباب دم القفاز. يا شاي كار كفو. انا لانه اليوم اصلا ما عملت الروتين المنزلي تبعي. كفو يا لفقت وانت حكيتني. ايوه منزلي. حلو حلو، روتيني منزلي. روتني معنا شباب تربن. عندي كتير شموع بشغلها. حتى عم تحضر جن. لا هيدي البيت ريحته بتصير، هيدي ريحتها فانيلا. هلا الحمام بتصير ريحته فانيلا، بتفوت على الحمام كأنك هيك ريحة كيك. أنا كتير بحب هالقصص. إيه هلا شو مثلا هي حاطت لها زيت خلطة أنا عاملتها مع التباكو، رح زود